تتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم نموذج لامتحان جهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الإعدادية مادة الفيزياء والكيمياء. نبدأ على بركة الله. لاحظوا معي، إذا التمرين الأول، أملأ الفراغات بما يناسب من الكلمات التالية: متسارعة، نسبيا، المسار، منتظمة، الجسم، المرجعي. إذن بالنسبة هنا التمرين الأول هو عبارة عن ملء الفراغات. الحركة والسكون مفهومان نسبيان لأن كل منهما يتعلق بالجسم المرجعي. يسمى الخط الرابط بين مختلف المواضع التي احتلتها نقطة من المتحرك المسار. تكون الحركة متسارعة إذا تزايدت قيمة السرعة، بينما تكون منتظمة إذا بقيت ثابتة. ثانيا، السؤال الثاني، نقوم خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية مع 0.04 ثانية بتصوير متتالي لحركة جسم فوق مستوى أفقي. الشكل التالي يمثل المواضع التي احتلتها النقطة M من الجسم. لاحظوا معي، عندنا M1، M0، M1، M2، M3، M4، M5. لاحظوا هنا عندنا 1 سنتيمتر، يعني أن التربيعة تمثل 1 سنتيمتر. سؤال، ما هي طبيعة حركة النقطة M من الجسم على الجوابات؟ إذا حركة مستقيمية متسارعة. لاحظوا هناك حركة متسارعة، يعني أن المسافة بين M0 وM1 ليست هي المسافة بين M1 وM2، يعني M1 وM2 أكبر. إذا هنا نقول بأن المسافة يعني الحركة مستقيمية متسارعة لأن المسافات المقطوعة من طرف النقطة M خلال نفس المدة الزمنية تتزايد. إذا هذا هو التعليل ديال الجواب. نبدأ ننتقل إلى السؤال الثاني، احسب بالوحدة العالمية قيمة السرعة المتوسطة للنقطة M بين الموضعين M0 وM5. إذا غادي نحسبوا المسافة ما بين M0 وM5 اللي هي 7.5 سنتيمتر. لاحظوا من M1 حتى M5 عندنا كم، هنا عندنا 7 ديال التربيعات وكل تربيعة كتمثل 1 سنتيمتر ونصف. إذا المسافة هي 7.5 سنتيمتر. 7.5 سنتيمتر غادي نقسموها على 100 وغادي تعطينا 0.075 متر، يعني أننا كنحولوها للمتر. إذا وكما نعلم أن السرعة المتوسطة كتساوي المسافة مقسومة على المدة، يعني أن 0.075 متر غادي نقسموها على 0.2 ثانية كتساوي 0.375 متر في الثانية، لأن إذا تي كتساوي 5 في 0.04 ثانية، يعني كتساوي 0.2 ثانية. إذا السرعة المتوسطة غادي تكون هي 0.375 متر في الثانية. الآن سوف ننتقل إلى التمرين الآخر. بينما كانت السيارة تسير فوق طريق مستقيمية بسرعة ثابتة V تساوي 20 متر في الثانية، لمح سائق السيارة دابة تقطع الطريق، فلم يبدأ الفرملة إلا بعد مرور ثانية، والتي انتهت بعد قطع مسافات 35 متر من بدايات الفرملة. سؤال، احسب مسافة رد فعل السائق، يعني المسافة ديال رد الفعل ديال السائق، يعني اللي كتسمى دي اغ، يعني دي دو رياكسيون. دي اغ تساوي في في دي اغ. في كتساوي 20 متر في ثانية مضروبة في ثانية كتساوي 20 متر، يعني أن مسافة رد الفعل هي 20 متر. إذا في إذا هنايا سؤال ثاني، استنتج المسافة الكلية للتوقف، يعني دي ا يعني لا ديستانس داغيل تساوي دي دو اغ بلس دي فخان، يعني مسافة الفرملة زائد المسافة ديال رد الفعل كتساوي مسافة التوقف. إذا دي أ تساوي دي إر زائد دي إف تساوي 20 متر
زائد 35 متر تساوي 55 متر، علما أن السيارة لم تصطدم بالدابة بل توقفت قبلها بمسافة 15 متر، بكم كانت تبعد الدابة لحظة لمحها عن من طرف السائق؟ إذا دي كتساوي دي أ زائد 15 كتساوي 55 متر زائد 15 المتر كتساوي 70 متر، يعني أنها السائق لمحها على بعد 70 متر. إذا كانت تبعد الدابة لحظة لمحها من طرف السائق به، إذا هنا كانت تبعد ب 70 متر. السؤال الثاني، يتوفر منزل على عدة أجهزة منها مدفاة كهربائية تحمل الإشارة 220 فولت 1000 واط، ومصابيح يحمل كل منها الإشارة 220 فولت 60 واط، ومكواة تحمل الإشارة 220 فولت و 1500 واط. إذا هنا السؤال، ما هو المدلول الفيزيائي للإشارتين 220 فولت و 1000 واط المسجلتين على المدفاة؟ إذا هنا 220 فولت التوتر الكهربائي الإسمي، و 100000 واط هي القدرة الكهربائية الإسمية. أحسب شدة إي شدة التيار الكهربائي الذي يمر في المدفاة عند تشغيلها بصفة عامة. إي كتساوي بي مقسومة على إي، يعني 1000 على 220 كتساوي 4.54 أمبير. إذا أحسب إر مقاومة المدفاة، نعلم أن إي تساوي إر في إي، إذا إر كتساوي إي مقسومة على إي كتساوي 220 على 4.54 كتساوي 48.45 أم. علما أن القدرة الكهربائية القصوى المحددة لهذا المنزل هي 3550 واط، ما هو العدد الأقصى للمصابيح التي يمكن تشغيلها في آن واحد مع المدفاة والمكواة دون انقطاع التيار الكهربائي؟ علل جوابك. إذا هنا لدينا P1 plus P2 plus N fois P3، يعني ديال المصابيح ستكون أصغر من أو تساوي بي ماكسيموم. إذا عندنا 1000 زائد 1500 زائد إن في 60 ستكون أصغر من أو تساوي 3550. إذا إن 60 إن أصغر من أو تساوي 3550 ناقص 2500 واط. إذا إن ستكون أقل من 17.5. إذا إن عدد المصابيح الأقصى العدد الأقصى للمصابيح التي يمكن تشغيلها هو 17 مصباحا. إذا هنا نشغل المدفأة أو المصباح واحد خلال مدة ومصباحا واحدا خلال مدة زمنية T كتساوي 30 دقيقة. أحسب الطاقة الكهربائية U المستهلكة بالواط ساعة ثم بالجول خلال هذه المدة. نعلم أن U تساوي P في T، إذا U تساوي 1060 واط نضربها في 60 ونقسمها على 30 ونقسمها على 60 كتساوي 1060 واط في 0.5 ساعة، يعني كتساوي 350 واط ساعة. إذا U تساوي 350 واط ساعة. أما بالنسبة للجول غادي نحولها للجول، كنعرفوا بأن واط ساعة غادي نضربوها في 3600، إذا U كتساوي 350 واط ساعة في 3600 كتساوي 190,908 ألف جول. سؤال، احسب ان عدد دورات قرص العداد علما ان ثابتته هي سي كتساوي 5 واط في الدوره. اذا نعلم ان او كتساوي ان في سي، اذا ان كتساوي او مقسومه على سي كتساوي 530 مقسومه على 5 كتساوي 106 دور، يعني 106 دوره. تمرين الثالث، نعلق في طرف خيط جسما اس كتلته ام كتساوي 600 غرام، بينما ثابت بينما نثبت طرفه الاخر في الحامل ثابت.
إذا لاحظوا الشكل، الخيط والقرص. إذا نعطي شدة استقالة على سطح الأرض هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. السؤال: أجري القوى المطبقة على الجسم إس. إذا القوة إف هي القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم إس، وهناك بي وزن الجسم إس. سؤال: صنف هذه القوى إلى موضعة وموزعة. لاحظوا معي هناك إف قوة موضعة و بي قوة موزعة. سؤال ثلاثة: أحسب شدة وزن الجسم إس. بي كتساوي إم في جي، إذن بي كتساوي 600. بي كتساوي إم في جي كتساوي 600 مقسومة على 1000 في 10 كتساوي 0.6 كيلوغرام في 10 كتساوي 6 نيوتن. سؤال: مثل على الشكل القوى المطبقة على الجسم إس. عندنا السلم 1 سنتيمتر كيساوي كيم 3 نيوتن. إذا هنايا أحسب شدة وزن الجسم إس على سطح القمر، حيث شدة التقالة تساوي سدس. سؤال: قيمته على سطح الأرض. نعلم أن PL كتساوي M في GL، إذا PL كتساوي M في GL كتساوي 0.6 كيلوغرام في 10 مقسومة على 6 كتساوي 0.996 نيوتن.